والتحق معنا من جدة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني. أهلا بك. نريد ملخص للحالة الجوية التي تشهدها المملكة عموما والمتوقع اليوم غد في ظل تعليق الدراسة في أكثر من منطقة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما زالت تشير في تقاريرها وخاصة الإنذار المبكر إلى تأثر منطقتي الرياض والشرقية في الأمطار المتوقعة من متوسطة إلى غزيرة حتى يوم الغد إن شاء الله. قد تنحصر على العاصمة الرياض من الخامسة فجرا، تكون أمطار بعد ذلك خفيفة ولكنها تتجه جنوبا من الخرج والمناطق المجاورة. تبقى المنطقة الشرقية متوقع عليها أمطار غزيرة يوم غد إن شاء الله. المناطق الأخرى التي ظهرت في تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد تشهد يوم غد إن شاء الله انحصار للحالة تدريجي مع رياح نشطة مثيرة للأتربة عليها خلال يوم غد. طيب، بالنسبة للإنذار المبكر، هل في تحديث مستمر للإنذار وأيضا إرساله والتواصل مع الجهات التعليمية والجهات الحكومية الأخرى؟ أما نعم، أنكم يعني تكتفون بما النظام الآلي للإنذار المبكر يعمل على مدى 24 ساعة، وأيضا مراكز الهيئة المعنية بقراءة حالة الطقس تعمل على مدى 24 ساعة ل تحديث هذه المعلومات وتمريرها للجهات ذات الاختصاص وفقا للآلية المتبعة في ذلك. طيب، في الإنذار المبكر هناك عدة درجات، يعني كما شاهدنا تنبيه، تنبيه متقدم، هناك تحذير. للمتابع لحسابكم على تويتر مثلا، كيف يتعامل مع كل تحذير منها بالتالي يمكنه شخصيا البناء عليها ويعني اتخاذ القرار الذي يناسبه؟ نعم، حقيقة الإنذار المبكر هو نظام سهل للجمهور للتعرف على معلومات الطقس، يحدث بشكل حسب وضع الحالة. عندما تقوم الهيئة بالإعلان عن حالة جوية يبدأ في المراقبة باللون الأخضر، ثم بعد ذلك إذا رأت الهيئة أن الحالة تستدعي إلى التنبيه بالأصفر، ثم بعد ذلك التنبيه المتقدم باللون البرتقالي. وإذا وصلت الحالة للاشتراطات المعنية بالتحذير يرفع حالة التحذير إلى اللون الأحمر. الآن نحن نشاهد على الإنذار المبكر أن التنبيه المتقدم موجود على منطقة الرياض وأيضا المنطقة الشرقية، ما زالت أيضا بعض المدينة المنورة قد تراجع إلى تنبيه باللون الأصفر. هذه الحالات تتدرج وفق جدول زمني معين يقوم الخبراء في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتحديث هذه المعلومات أولا بأول، وهذا البرنامج متاح للجمهور على مدى 24 ساعة تحدث فيه المعلومات أولا بأول. شكرا لك المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، شكرا لك.